ما بعتقد يكون في ضربات أمريكية على إيران، ولكن صرنا نعرف سياسة الرئيس الأمريكي ترامب أنه ما خرج غير التغريدة على تويتر. الضربة إسقاط الطائرة الأمريكية من جهة إيران لن يكون لها ردود أفعال بالنسبة للأمريكان. بالنسبة للأمريكان ترامب يحكي كثير ولا يمكن أن يرد على إيران، لا هلأ ولا بعدين. لحد الآن هي تصريحات تهديدات خلابية، يعني لحد الآن ما في شيء على الأرض، وعلى ما أعتقد يعني أنا أنه ما راح يكون في ضربة. نحن نتمنى أن تكون هي إسقاط الطائرة هي شرارة الحرب بين أمريكا وإيران، لكن لحد الآن ما بنعرف شو قرارات الاجتماع اللي اتخذه ترامب وإدارته. نحن نتمنى إن شاء الله تكون حرب على إيران اللي دخلت في الأراضي السورية وقتلت ودمرت ركبة المجازر في أراضينا في سوريا. بالنسبة لموضوع إنزال الطائرة الأمريكية من قبل إيران، ما أعتقد أنه ترامب يكون عنده تصريح أو يكون عنده قوة أنه يضرب القوة الإيرانية، لأن الدولتين هي دولتين أقوياء ودولتين عظمى، وما أعتقد أنه يكون في ضربة لإيران وأنه يفتحوا اقتتال بين الدولتين. يعني في احتمال كبير جدا أنه أمريكا ترد عسكريا على إيران بسبب إسقاط الطائرة، يعني بكل تأكيد إذا ردت أمريكا ما راح يكون الرد هيك، يعني رد سهل. دائما ما عودتنا امريكا بسياستها انها تكون ماكره. انا بعتقد انه التهديدات الامريكيه على اسقاط الطائره الامريكيه من قبل ايران هي تهديدات خلابيه لا تمد بترامب بصله، لانه تهديداته بس للدول الفقيره او الدول اللي عم يستفيد منها، يعني انه يضربها لمصالحه. يعني هي يعني بالنسبة لسوريا انضربت أكثر من مرة أدلب، ولحتى الآن القصف على أدلب وبس بالتهديدات، ما عنده غير التهديد الخلبي، يعني ما ولا يعني ولا تهديد نفذه على أرض الواقع. هلا في عنا مثل شعبي بيقول انه بس فاتت ماتت، او بس فاتت ماتت مثل ما بيقولوا. ترامب انا بعتقد انه لغى الضربه، مو يعني مو بس اجلها، انه لو في نيه حقيقيه لضرب ايران او ضرب مواقع حيويه بايران فكان ما في داعي للتاجيل. يعني الشغله ما هي موضوع انه اخذ ورد او شيء، خلص قرار اتخذه انه رح يضرب ايران او رح يوجه ضربه الى ايران وبعدين اجلها. فهذا دليل بياكد على انه الحرب اللي عم نشهدها بين أمريكا وإيران هي لا تتعدى كونها حرب وزوبعة إعلامية.